مسألة في البروبلم سولفينج، طبعا أول مشكلة بتقابل الناس كلها الإنجليزي، يقول لك أنا مش فاهم إنجليزي كويس، أنا مش شاطر في الإنجليزي، أعمل إيه؟ طيب أول حل أنت ممكن تعمله إن إحنا مبرمجين أصلا، إحنا مش أجانب، فأنا ممكن أنزل تحت هنا أبص على الإنبوت والأوتبوت، هل في إنبوت؟ مفيش إنبوت، مش هعمل سكان لأي حاجة على الشاشة، بس في أوتبوت، ويلكم تو جمال تك انترناشونال برنت اف انترودكشن، ده بس الأوتبوت اللي أنا محتاج أطبعه على الشاشة. طب انا خدت امر الطباعه، درست برنت اف، جميل، انكلود stdio.h انت مين برنت اف، اكتب نفس الجمله دي، خلاص انا عرفت اعمل البرنامج من غير ما اقرا ولا كلمه انجليزي. طب على ايه التعب ده كله بقى؟ ليه كاتبين البرنامج بالانجليزي؟ عشان حاجتين، اول حاجه ان التفاصيل المعقده لازم تكون مكتوبه، يعني لما تبص على الانبوت والاوتبوت في المسائل السهله هتعرف تفهمها بسرعه، لكن المسائل الصعبه مش هتعرف. رقم اتنين، الانجليزي دي اللغة الانترناشنال، دي اللغة العالمية اللي الناس كلها بتتعامل بيها مع بعض. انا كمبرمج بتعامل مع كل الجنسيات في العالم، دي حاجة مهمة قوي ان انت تعرفها، وفي جمالتك هنا عندنا ناس من كل جنسيات العالم. طب انا لما اجي اشتغل هلاقي ان كل حاجة جايالي بالانجليزي، طب انا لازم اعرف اتصرف، مش لازم تكون فاهم انجليزي، مش لازم تكون اشطر واحد في الانجليزي، كل ده مش فارق معايا. انت ممكن تكون مش عارف اي حاجة في الانجليزي بس بتعرف تتصرف، بروبلم سولفر، اي مشكله قدامك بتعرف تحلها. فاحنا هنا عندنا مشكله ان ده بالانجليزي وانا مش فاهم انجليزي، بس خلاص هفتح جوجل ترانسليت هنا، اكتب هنا translate.google.com واجي هنا اقعد اقرا بقى جمال تك از ا ليدنج مالتي ناشونال سوفت وير ديفلوبمنت كمباني، خلاص انا عارف كلمه جمال تك ومش عارف كلمه ليدنج مثلا، اقوم عامل لها كوبي واخدها كده ليدنج، اعلم على الكلمه بس اللي انا عايزها، واعمل رايت كليك واعمل كوبي واجي هنا واقوم عامل بيست واضغط على عربيك بالعربي، هيقول يعني قيادي رئيسي ريادي كلام كده، هلاقي طبعا اكتر من معنى، لكن معناها ان دي شركه رائده في مجال تكنولوجيا المعلومات. اول مره كل كلمه هاخدها هحس ان الموضوع صعب وانا مش فاهم، لكن مع الوقت ومع الحلول كتير بتاعتي المسائل البروبلم سولفينج هلاقي نفسي اتطورت في الانجليزي واتطورت في البرمجه واتطورت في حاجات كتير جدا. فلما اجي هنا في شركه كملتك عشان اشتغل هلاقي الموضوع بالنسبه لي بسيط والشغل سهل، لان هو ده اللي انت هتشوفه كل يوم في الشغل، هتلاقي حاجه مكتوبه بالانجليزي قدامك انت مهمتك تفهمها وتحلها. ممكن تحلها من غير ما تقرا انجليزي، ممكن لو هي سهله، لكن لو صعبة هتضطر ان انت تقعد تترجم كل كلمة لحد ما تعرف الكلمات. خد بالك، اول مسألة هتلاقي نفسك بتترجم كل كلمة، تاني مسألة هتلاقي نفسك بتترجم مثلا 90% من الكلمات او 99%، واحدة واحدة هتلاقي نفسك بعد كده وصلت في اخر الكورس ان انت كل ما تفتح مسألة انت مش محتاج تترجم اي حاجة عشان الانجليزي ده كله انت عرفته وحفظته وفهمته كويس جدا، فهتلاقي نفسك في الاخر اتعلمت انجليزي وتعلمت برمجه والدنيا ماشيه معاك كويس. فاوعى تيأس او تحس ان الموضوع صعب، لا، الموضوع محتاج تمرين واحده واحده في الاول. مش هكون فاهم كويس قوي، لكن واحده واحده طول ما انا بجرب، طول ما انا مش بيأس، طول ما انا مش بوقف او بتعب وبتضايق يجي لي احباط واقفل، لا، طول ما انا مكمل هتعلم. لو انا جالي احباط وقفلت وقلت لا خلاص انا مش هعرف، انا عمري ما هتعلم، مفيش اي امل ان انا اتعلم. فالموضوع بسيط قوي، انا هكون معاك واحده واحده كده في كل مساله تجيلنا واقول لك ازاي تقدر تفهمها بسرعه زي دي. انا بس لو بصيت على الاوتبوت هقدر افهم المساله على طول واحلها.